البليدة مدينة يسبق اسمها تاريخها ويفوح عبق ورودها لدى ذكرها، ولو أن الجميع يعرفونها بمدينة الورود فإرثها الحضاري لا يمكن أن يخفى على الزائرين. هي المدينة العريقة الشامخة أسسها الأندلسيون بسهل المتيجة في القرن السادس عشر بعد مغادرتهم غرناطة، وأطلقوا عليها اسم البليدة تصغير بلدة، أو كما يحلو للبعض أن يطلق عليها مدينة الأبواب السبعة. هي مدينة البليدة تسمية في الحقيقة تسمية البليدة هي مدينة صغيرة، المعنى تاعها هي لا بيتيت فيل صغيرة، مدينة صغيرة ومدينة الحضارة، وهي في الأول كانت متيجة في السابق. تسمية الأبواب السبعة وإن اندثرت مع مرور الزمن وتعاقب الأجيال، فكتب التاريخ ما تزال تذكرها لكونها ترمز إلى المرحلة الثانية من التأسيس في عهد العثمانيين، وقد جعلوها مدينة بنظام خاص وأحاطوها بسور تتخلله سبعة أبواب مصنوعة من خشب قوي. سقطت الأبواب وما زالت أسماؤها متداولة على الألسن إلى الآن. بعد تأسيس المدينة من طرف سيدي أحمد الكبير والسلطات السياسية تاع العثمانيين والإعانة الكبيرة تاع الباشا خير الدين، يعني بداوا في تأسيس المدينة بداوها بالسوار وبيبان. السوار هذوك كانوا تاع الطابية. الأبواب السبعة تروي قصة صمود وأسلوب حياة منظمة ظلت سائدة في تلك الفترة، غير أن معول الهدم طالها عام 1865 إبان حقبة الاستدمار الفرنسي الذي غير شكل الأبواب الأصلية، ليقرر البليديون في ثورة الريف ضد المعمرين إعادة بنائها بالحجارة والطين هذه المرة. السبع بيبان هذو من بعد دخول الاستعمار ريبهم وريب السوار وطلع السوار بالحجرة سينوتو دو كاتمات، يعني طلعهم بأربع مترات. علاش؟ باه يضمن لا سيكوريتي تاع لي زابيتون، باه يضمن الامن تاع السكان اللي كانوا في قلب المدينه. باب الزاير، باب الرحبه، باب القبور، باب السبت، باب الزاويه، باب الخويخه وباب القصبه، كلها ابواب تختصر بين جوانبها تاريخا عريقا وتقدم نموذجا حضاريا للانضباط الاجتماعي بالمنطقه في حقبه زمنيه مشرقه. هي منهم الأولى، باب الأولى هي باب الجزائر. باب الجزائر هي الباب الرسمية. من باب الجزائر نحطوا باب الزاوية. باب الزاوية هذيك الباب هذيك في قبيلة كانت الزاوية تاع سيدي مجبر، الناس تاع اللي تهبط الزغا اللي تدي للزاوية تاع سيدي مجبر. من باب السبت نروحوا باب القصبة. باب القصبة هذه مسمية سيدي يعقوبية فتحة اللي تدي السكان تاع بوعرفة والسكان تاع تراب الأحمر، وذيك الجهة كاع كانت فتحة ثماتيك نقولوا لها الباب، وكانت مالتك القصب يعيطوا لها باب القصب. من باب القصب هذيك نطلعوا باب القبور. باب القبور فوقها في قبل اللي كانت المقبرة زمان كانت ثماتيك ونعيطوا لها باب القبور. من باب القبور روحوا باب الرحبة، كان لو مارشي او غران تما، كان لو مارشي او غران تما ديك وين يجيبوا لصحاب الجبيليه يهبطوا الخضور نتاعهم والفواكه وكذا، وكان لو مارشي او غران. من باب الرحبه نهودوا الباب السابعه هي باب الخويخه، والناس بزاف تفهم باب الخويخه جي تحت انايا، هي من الفوق ما بين باب الجزائر وباب الرحبه. باب الخويخه هذا كلمة تركية، ممكن نقولوا باب الصغير، كي نقولوا باب الخويخة بالعربية نترجموها بالباب الصغيرة. كانت ان بيتيت بورت ديسكريت، باب الصغيرة هذيك نعيطوا لها باب الصغيرة، وبالتركية نعيطوا لها باب الخويخة، وحنا راحت فينا العادة نعيطوا لها باب الخويخة. هذوما سبع بيبان اللي كانوا موجودين في مدينة البليدة.
البذاح، قصة وفاء لحارس المدينة. فقبل ساعة من غلق الأبواب ينادي على السكان وينبههم على اقتراب الموعد حتى يستعجل أهلها من خارج أسوارها للدخول ويتسنى للغرباء مغادرتها. بيبان في الحقيقة كانوا يتغلقوا بعد المغرب، غير باب الجزائر الباب الرسمية هي اللي تغلق من بعد العيشة وينحلوا مع صلاة الفجر. هذا كيفاش الغليق تاعهم واش من الوقت وين تا ينحلوا، يعني كي يجي من الجزائر مثلا ويدخل على باب الجزائر ويصيب باب مغلوقة، يعني يجي يقعدوا الغدوة من ذاك. ولكن كاين مضرب كان عند الجامع بابا محمد اللي موجود عند باب الجزائر تماتيك من السور البرا، كان فيه باب بيت الحبوس. هذيك بيت الحبوس اللي جاو روطار من بعد يدخلوا من بعد تماتيك يباتوا ما بيت الحل الباب مع الصباح. كاين البراح يمشي يعني كاع في الشارع ويقول لهم يعني كل باب يبرح فيها ويقول الباب 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 الغليقه تاع الباب الغليقه تاع الباب، يعني ساعه قبل ما تنغلق الباب باش اللي يكون لداخل يخرج، اللي يكون مثلا يسكن في الدويرات ولا يسكن على برا يخرج من المدينه خاطش، واللي يكون ثاني اللي يكون ساكن داخل المدينه اللي يكون برا يزيد يدخل قبل ما تنغلق عليه الباب. لكل باب حكاية، لكن تفاصيلها لا يعرفها إلا من كان شاهداً على العصر أو عارفاً بالتاريخ. جابهم هذا البيبان هذوما صراوه ما بين 1925 وما بين 1927، في هذول لي ريبورسوار والبيبان تاعهم وخلفوهم بلي بورفار اللي راهم موجودين درك بالشجرة تاع تشينا. وهذا الامور قاع يعني كنت في 1970 كنت لايم في الصوره نتاع البيبان، يعني الصورات الاصليه ومقارديهم حتى لليوم، ودرت بحث يعني على جبت حتى لو بلون نتاع الصور وبيبان اللي راهو موجود عندي هنايا، يعني اللي من هذيك تشوف البيبان لون بلاسمون تاعهم وين جايين. على هذيك اللي راني نهضر ونهضروا بالدليل، يعني ها هو دليل تاع البلون تاع الصفار وين كانوا والبيبان وين كانوا، وهذه هي. واليوم نتمنى ان شاء الله يحافظوا على التسميه هذه ويحافظوا على المدينه هذه تكون منوره هي والجزائر كلها. إرث تاريخي وحضاري شامخ شهد له الزمن في وقت مضى واليوم عفى عنه، لم يتبقى منه سوى باب السبت يعيد بالزائر الزمن إلى الوراء في مدينة لو لم تسقط أبوابها لبقيت مفتوحة للزائرين. موطني ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد